السلام عليكم متابعين قناة إر بي بي تي بي كوري تكنيك براتيك على اليوتيوب. إن شاء الله غادي نبداو بهذا الفيديو د موتيفاسيون للأخ الحارث النوغا اللي غتكون استمرارية إن شاء الله للطرح ونشر بعض الفيديوهات خاصة فيما يتعلق بالباتي مونيتر أو بيبليك. مزيان في الطماع ديالكم. شخصيا لا أعترف بشي حاجة سميتها الفشل. شي حاجة سميتها الفشل ما كيناش، كنعترف بشي حاجة سميتها تجارب. جربت المرة الأولى ما نجحتش ما كيعنيش أنني فشلت، جربت المرة الثانية ما نجحت ما كيعنيش أنني فشلت، الثالثة الرابعة الخامسة ما كيعنيش أنني فشلت، كيعني أنني كنحاول. والمحاولة اللي كندير اليوم كنديرو غد لي واحدة أخرى باش هذيك الأخرى لا على وعسى تكون أحسن من ديك اللي درت اليوم. إي بوتيتر في ديك ليساي اللي درت، في ديك لا طونطاتيف اللي درت، نوصل داك الشيء اللي ما وصلتش ليه البارح. وهكا الانسان كيوصل وكينجح في حياته، لانه الداخل ديالو ما كيعترف بشي حاجه سميتها الفشل. فاش غتامن بشي حاجه سميتها الفشل وانك فشلتي وغتقول انا انسان فاشل، انا انسان ما كنقدرش نوصل داكشي اللي بغيت نوصل، اين فوا غتعاود هاد لي زيد ديال الدماغ ديالك غير رجعهم لك من نفس النوع، غيخليك انسان فاشل وما غتوصل حتى شي حاجه في حياتك. الوغ لك بغيتي تنجح وتوصل داكشي اللي وصلوا ليه الناس اخرين وحسم داكشي اللي وصلوا ليه الناس اخرين، آمن بالقدرات ديالك وآمن براسك وداكشي اللي قادر دير وبالإمكانيات والقدرة تعطيك الله عز وجل، لأنها إليميتي فريمون غير محدودة. يعني تدير بعضك شي حوايج اللي أنت براسك ما عارفهمش براسك. فاش كنهضرو على لا كونيسونس دو سوا كنعرفو ما شنو هي المعرفة ديال الذات، شي حوايج اللي أنت ما كيبانوش ليك، ولكن إلا مشيتي عند أن كوتش ولا مشيتي عند أن بسيكولوج ولا شي حد غيبين لك شي حوايج في لا بيرسوناليتي ديالك اللي أنت أصلا ما كنتيش عارفهم. وليستير بيطاك واحد لو بوتونسييل انورم، واحد طاقة هائلة ممكن تفجرها وتوصل بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتيش كتظن شي نهار انك غادي توصل ليها. دونك حاول وفشل، حاول وفشل، حاول وفشل حتى توصل. وثق بيا قد ما انت كتحاول قد ما سيدي ربي غادي يعطيك. قد ما انت فشلتي ومشيتي نعستي وتقعد على الرزق وتقول ربي ارزقني فان السماء لا تمطر ذهبا، غتمشي غتجلس وتقول صافي نعيت جاي لاسي طومبي سيدي ربي سهل عليا والله يفرج، وغتحس براسك انت فواحد البوزيسيون دو فابلاس. ثق بيا ما عمرك غادي توصل، ولكن لا تقاتلتي وضربتي ودمرتي باش توصل باذن الله عز وجل غادي توصل. يكون عندك يقين فيها ان سيدي ربي ما كيخيب حتى شي انسان اللي دار اللي عليه واللي توكل عليه حق التوكل، إذن الله عز وجل كيوصل. أنا عندي يقين من هادشي اللي كنقول لكم، لأنني عشت هادشي وشفت ناس دازوا بتجارب خيبة وما فشلوش، كملوا طريقهم بس ربي سهل عليهم ووصلوا. ألوغ واخا تفشل عاود نوض، واخا طيح عاود نوض، واخا يوقع لك اللي بغي يوقع عاود نوض. هذه هي الدنيا كاملة مشاكل، كاملة صداع الراس، ولكن الإنسان القوي هو اللي كيتحدى المشاكل ديالو كاملين واللي كيواجهها كاملة، ما كيهربش منها وكيحاول يعاود يحاول يعاود يحاول حتى كيوصل. فكر في الهضره كنقول لك مزيان، نشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله.